يا جماعة عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهاردة فيديو قوي جدا. النهاردة انا هتحكم في توتا يوم كامل، زي ما انتوا عارفين ان هي خسرت في الفيديو اللي فات بتاع تحدي المية، اللي ما شافوش يروح يشوفه. فالعقاب بتاعها بقى ان انا اتحكم فيها يوم كامل واشوفه بقى اعمل فيها ايه. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم اي فيديو جديد اللي احنا نعمله. ويلا بينا نبدأ. توتا يلا عشان ننفذ العقاب. عقاب ايه؟ مش انا هتحكم فيك يوم كامل. تحكمي؟ انا مش فاكرة اصلا. لا يا حبيبتي انا فاكرة. يلا فاكرة ايه؟ يا ترى هتعاقبني بايه وهتتحكم فيا بايه؟ ده شرير على فكرة يا جماعة. جنة شريرة وشكلها كده محضرة لك مفاجآت يا توت. مش عايزة مفاجآت. هتتحكم فيك انت عارفة جنة. شوفي بقى هتعمل فيك ايه. استلقي وعدك بقى، استلقي وعد. شوفي قالت لها اقعدوا هنا، قالت لي توتا اقعدي هنا وانا هدخل اعمل هجيب لك حاجه. حاجه ايه بقى؟ مش عارفين. مش عارفين. مدينه مستنيين. يلا يا جنة. جاي. استني استني. ايه ده؟ شابوه. ها ماشي. تلبسه على ايه؟ جبت لها عليه بقى؟ جبت خمار. خمار بتاع الصلاه. لا يمكن. العبايه، العبايه دي جميله. دعبايه، دعبايه دي قديمه مقطوعه. بصوا مقطوعه ازاي؟ ما عدناش بنلبسها اصلا. محدش بيلبسها. يعني تلبسها تروح فين بقى؟ تطلع تشتري لي. يعني تلبس هتلبس وتفضل قاعده بيها. جميله جامده. لا مش هتنسحب. لا يا حبيبتي مفيش حاجه اسمها منسحبه من العقاب. لا لا علشان تعملي تحديات ثانيه وانت اللي هتتحكمي فيها وكده. متعجبه اللي انت عايزاه. هو عندي فكره احلى. ممكن بقى نعمل فيديو ثاني نتحكم في ماما. طب بس خلينا دلوقتي. يلا يلا عشان ما تلبسيهم. لا مش هلبسهم. لا هتلبسهم اكيد. يلا. لا لا يا جماعه انا هتحكم فيها يوم كامل. لو لا حاجه ما تقوليش لا، تقولي ماشي. لا التحكم. بصي يا بصي يا توتا، يعني بما يرضي الله كده لازم تسمعي كلامها. اليوم الكامل مش عايزه. ازاي هلبسهم اصلا؟ هو كده، هو كده عقابك كده. خلاص يلا اتفضلي البسيهم بقى وتعالي. والشابو ده اهم حاجه لازم تلبسيه. بصي انا عندي فكره حلوه. ممكن البس ده كده بس. يا سلام. لا لازم تلبسيه على الجلابيه دي. يلا يا توت يلا يلا البسيه وتعالي. لا ما تلبسيهم انت يا جماعه. معلش. يلا متحمسه جدا يا جماعه. شوف توتا عامله ايه. احنا قاعدين مستنيين هنا. تعالي يا توتا. اجنبيه يا اخواتي. تعالي تعالي كده. الحاجه توتا جت. الحاجه توتا. الحاجه وريني كده. طب اقلعي الشابو كده. اقلعي روحي لورا شويه. بص ما شاء الله ما شاء الله. الحاجه جت. الحاجه طب اعملي بدبوس. طيب اعملي بدبوس كده وظبطي نفسك عشان تخرجه. كنت هاتي لها حاجه قصيره ليه بقى؟ عشان تبين القطع. راح تشحت. لا وريني كده القطع كده. وريني بص 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 وريني القطع كده. راح تشحن. هتخرجي كده. هتخرجي تروحي تشتري لها حاجات. كويس قوي. يلا بقى. لا والبسه دي كمان. اجنبي على شحاتها. اجنبي على شحاتها. اجنبي شحاتها. اجنبي. يلا اديها الفلوس. تشتري لي. هتروحي تشتري الجنه حاجات من بره. يلا يا توت. لا يا حبيبتي هو بص. طب خليك واقفة. القزاية يا بنتي سوري. لا بصي والخمار ايه بقى ما شاء الله. خمار قديم جميل. بس ايه اللي تحت الخمار؟ حاجة كده جميلة. هيا يا توتا. شعري ايه؟ يلا عشان تطلعي كده. هتخرجي كده والله يا تبار. استني بقى اقفي. هتخرجي كده يا توتا. يلا هاتي لها الفلوس من جوه. هاتي لها الفلوس. يلا. لا يا جماعه هي اللي تشتري لي على حسابك كمان. ده انت واحده مفتريه. خلاص يا توتا هاتي لها من مصروفك. هاتي لها من مصروف. طب انت عايزه ايه؟ طب تعالي هنا اتفق. هي شوفها هي عايزه ايه. هتشتري لك ايه؟ عاوزه اندومي. الاندومي ممنوع؟ لا هاخد اندومي. ماشي النهارده هقول لك نعم. ها وبيبسي وايس كريم. كل ده؟ لا على حسابك يا توت. ايوه خلاص. بصي يا بصي الايس كريم ده ليا انا مش ليكي. لا ما تقوليش لا، تقولي ماشي عشان ماشي بيها. مش هجيب لك. بصي يا توتا اصبري. الجايات كتير. جايات كتير. والمره الجايه بكسبي. عايزه ايس كريم وعايزه اندومي ب3 جنيه. يا عيني اول مره تكسب في حياتها. اندومي كبير. ماشي وكمان وعايزه بيبسي وبرنجز. برنجز اسمه برنجز. يلا خلصي بسرعه.
قلت لك عايزه وايه بيبسي ايه نوعه ايه نوعه ايه الحاجه الساعه نوعها ايه عايزه بالبرتقال عايزه ماشي اوكي يلا خشي بقى هاتي من مصروفك يا حبيبتي وتعالي قلت لك شيبسي وبيبسي وايس كريم خلاص هي فهمت والله فهمت يلا بسرعه يا توتا جيتي يلا خدتي فلوسك ماشي يلا اتفضلي افتحي لها يا بنتي والله شكلك تحفه ميلا يروحي صورك بره انا مكسوفه اشوفها كده لقيت الناس جايه راحت جايه راجعه تاني لسه بتفتح الباب لقيت الناس في وشها رجعت تاني طب استني كده ها في حد لا مش عارفه تقول يلا بالسلامه باي باي يا توت يلا تعالي يلا بصوا يا جماعه توتا جريت ما لحقتش اصورها فهصورها لكم وهي جايه بقى جايه اهي فتحتها ايه ده ده جايبه البيبسي تحت الخوف ايه الفضايح دي بس تعالي كده استني يا جنة اصبري لا كده عيب بقى انت بتضربيني ليه شوفها جابت لك ايه بقى مفعص معفنه مفعص انا اللي واكله بهزر واكله ايه واتاكل اصلا انا هاكل جابت لك ايه ده ميكرولز بيكرولز ولا ميكرولز ده بس بقى انا هقلع دي بقى ارض لا هتفضلي لابساها يا حبيبتي اليوم كامل لا هتفضليها واندوم يلا وجبت لها ايه تاني وايه تاني بيبسي كنت مخبيها كمان عشان ما يتشفش ايه ده سخن جايبه سخن طب ليه بتاع الماركت ما حطيتلكيش كل حاجه في شنطتك بيه انت اللي خدتيه كده يلا عشان والله انا كان نفسي اصورها بره بس انا ما بصراحه اتكسفت اخرج بره اشوفها بالمنظر ده واصورها ازاي ترتاح بقى شويه ماشي قولي بس هاتيلي بقى دي الهانم بتاعتي يا ماما هي بتتحكم فيك يوم كامل ما اقدرش اتكلم يعني ما تقدرش تتكلم اهو هو كده ماشي انصحك ما تاكليش حاجه دلوقتي خالص ما تجيبها انت مش هتقدر تدينا حاجة لي هاخد الاندوم لا تحكم فيك يوم كامل على فكرة ما تقوليش هاخد كذا يعني ايه ما تقوليش هاخد كذا ماشي هاتيلي المشروب ماشي حاضر خدي معايا ازيك يا بايا روح هات لي كوباية مية نظيفة نظيفة؟ ليه ده كان في الترعة؟ جاية انت اشرب مش انت قلت لها عايزة اشرب خلاص اديها ايه؟ جبت لك مية انت جايباها منين ده يا توتا؟ بصي يا جماعة جايبة لها أقدم حاجة عندنا وجايبة لها فيها المهم مية منين؟ مية ساقعة؟ ومية سخنة طب ماشي روح هات لي مشرب في كوباية نظيفة لو جبت لك في قلب كوباية هحطها لك سخن أوريك بقى حاجة؟ اشرب مين؟ عادي خالص اقول لك على حاجه كمان انا ما بحبش اشرب غرافي طب ماشي خش هاتي لي كوبايه ميه نضيفه ماشي انت مش خايفه يا جنه ممكن تحط لك حاجه في المي ربنا يستر يلا يا توت اديني خليك ماشي خد ولا عدل هو انا ماسكه كمان
لا هاتلي كوبايه ثانيه. امسكي ولا اقولك حاجه؟ خدي مش عايزه اشرب. كويس برضه وفرتي وفرتي. استنى اقولك على حاجه، ادعكلي الريتم. ايه؟ حاضر. بس السيد بس السيد ادعك يا عدل جامده لعبالي انت لو السيد هضربك على فكره. لا انا بعمل لك هضربك. الناس بتروح المستشفى عشان المستشفى حتى بيتي ده بيتحط في قلبه توه بيتعمل ايه بدل الناس يقعدوا يتعملوا فيه. طب روح احمد واحمد انت خليهم يشوف الحوار بتاعه من ده. اوعي خليهم يحطوا في حله ويحطوا ايه ده؟ حاسه ان الدنيا مهزله صح؟ ايه رايك؟ الدنيا متفرجه جدا. لا انا عايزاكي تقولي تروقي حتى لو مديكي مروقي. وشيلي الشابو اللي انت رميتيه على الارض. حاضر. يلا خليكي نضيف. اوعى انت انتوا عارفينها من زي ايه؟ سندريلا الجميله ومرات ابوها الشريره. صح يا تيتا؟ مرات ابوها الشريره جنى مرات ابوها وتوتا هي سندريلا. بس الجمال يا جدعان، سندريلا اجمل من سندريلا كمان طبعا. انت مش لابسه الشابو على فكره، مش لابساه. الجو حر اندفاعي. لا انا عايزاك تلبسي. ماشي يا جاي. جايات اكتر من رايحات. لما الحكم بكده انا هعمل فيك عمايل. بس شكلك جامد بالخبر ده يا توت. جامد جامد. بس بص واحنا رايحين الهرم ابقي البسي كده، اقسم بالله بصي هتلاقي الاجانب بيصوروك. اه البسي زي ما انت لابسه كده. ايه رايك اعمل لكم جوله في الهرم وتروحي زي ما انت لابسه كده؟ توتا خدي اعملي لك اندوم. نوم شويه واصحى. ما ينفعش. خدي اعملي. ممنوع لازم تعملي دلوقتي. يلا حاضر. يا جماعه انا هنتقل لنازعه ادي في عشه النهار. اول حاجه انا هحط لها ميه من حنفيه مش من فلتر. تاني حاجه هحط لها معلقه شطه، معلقه بقى كبيره، وهي ما بتحبش الحاجه اصلا في قلبها شطه، فانا عشان كده هحط لها معلقه شطه كبيره. ده مش غطاء يا توت على فكرة، ده مش غطاء. خلاص ماشي خلاص، هو مش غطاء بس مش مشكلة. وجايبة لها حلة قديمة. شوف الانتقام. بس مظبطاها النهاردة، هظبطها يا جماعة. الشطة دي حلوة. والله يا جماعة الشطة دي أصلا ريحتها طالعة، أنا مش طايقة ريحتها لأنها شطة حرقة جدا جدا جدا. بص شطة يعني مولعة، وأنا أصلا كنت شايلاها كده في الكيس بتاعها، شايلاه في الكيس بتاعه وما بستخدمهاش اصلا من كتر ما هي مولعه. بس كده حرام عليك يا توتا. لا مش حرام عليك، بس هي بصراحه زهقتها النهارده يعني. جنة بصراحه زهقتها وخلتها يعني على اخرها يعني. كل دي يا بنت ده هتموت. حط اه وريه كده. بس يا جماعه عشان ما يكونش حرام عليا انا احط لها دوم. بس كتير قوي برضه، انا ريحتها طالعه مولعه يا بنت. ده انا كنت هحطها. حط حطي، ما تقولش يا احمد. بس 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 اغسل ايدك. نحط نص معلقه. حط نص معلقه. هاي الصوت ريحتها يا بنت خلتنا كح. بس كفايه كفايه كفايه. تبقى بقى تغلي بقى وبعدين اسقطي الاندوم ومدخول. شوف احلى اندومي طبعا. مش هنعمل
تستاهل. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم ده تنفخك جنة تنفخك.